بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم في اللقاء دهوت. يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناه وضغط على زر التنبيهات عشان يوصلك كل ما هو جديد. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل مشاركه للفيديو عشان يوصل لناس تانية تكون محتاجاه. ولو في اي تعليق او اقتراح مواضيع جديده نبدا مع بعض ان شاء الله. معانا حاجه طفل صغير عنده سيريبرال بولسي، عنده سي في وعنده قصر في وتر الاكيلس. فالمريض دوت لما بيمشي واضح في فرق رجل الاثنين من بعض عشان قصر وتر الاكيلس، فرجل تبقى مرفوعه عن الارض في الناحيه، في ناحيه عامل فيها عمليه قبل كده فتح، حوالي حضراتكم برضو صوره الفتح بتاعه. وبعد كده جاي الناحيه الثانيه اللي هي رجل مرفوعه، فاحتاج نعمل عمليه تطوير للوتر، وبعمله عبر الجلد من خلال فتحات صغيره قوي بحيث ان الوتر نقدر نعمل له استطاله وبدون ما نفتح على الوتر كله. وبعد كده بنعمل جبس تحت الوتر والعيان باذن الله بيتحسن ويبقى كويس ان شاء الله. بنلاحظ لما الولد يمشي ان رجل اليمين مرفوعه من الكعب ما ترساش على الارض مقارنه بالناحيه الشمال. الناحيه الشمال دي كان عامل فيها عمليه قبل كده فتح، اما اليمين ففيها قصر في الوتر، يعني لما بيقف الكعب بتاعه مرفوع من الخلف. والولد ده عنده ما يسمى بشلل دماغي او سيريبرال بولسي، دي حاجه من زمان. الناحيه اليمين بتاعها قصر في الوتر، ودي ناحية الشمال، وده شكل الرجل اللي هو عامل فيها عملية قبل كده، وده الوتر. الولد بيتعمل تحت مقدر كلي وبعد تعقيم، وبعدين من خلال فتحات صغيرة قدامنا، الثلاث فتحات الصغيرين دول بقدر ان انا كيرفولي كده او بحرص ان انا اوصل للوتر، وبقص نص منه في ناحية، وبعد النص ناحية، نص الناحية الثالثة. وبعد كده بعمل بشد الوتر بحيث ان هو بيحصل نوع من الاستطالة، اهو الوتر استطال. وبعد كده بعمل له جبس تحت الركبة زي ما احنا شايفين كده، الكف بقى مستوي في مستوى الرجل، يقدر الولد على طول يمشي عليها. عن طريق العملية دي من خلال فتحات صغيرة نقدر نعمل استطالة للوتر ونطوله على الوضع المطلوب، فالطفل يقدر ان هو يمشي على كعب رجليه بشكل افضل من الاول. عمليه تطويل الاوتار ممكن تتم في الوتر اكيلس، ممكن تتم خلف الركبه، وممكن نحتاجها في اعلى الفخذ لحالات بعض حالات الشلل الدماغي. المهم ان هي يكون فيها تحكم بشكل ما، ما يكونش الولد عنده حركات كتير لا اراديه. بشكر حضراتكم على مشاهده الفيديو، يا ريت نشيره لان في ناس كتير ممكن تحتاج الكلام دوت، وفي ناس كتير عندهم الموضوع دهوت وما يعرفوش ان ده مهم فعلا، بتساعد في شفاء المريض وان هو يرجع لطبيعته احسن، وبتساعده بالنسبه للعلاج الطبيعي. القاكم دايما على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شكرا جزيلا، مع السلامه. بشكر حضراتكم على مشاهده الفيديو للنهايه، يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها ويضغط على زر التنبيهات عشان يوصله كل ما هو جديد. ولو اعجبك الفيديو اعمل لايك ويعمل مشاركة للفيديو لو أمكن عشان يوصل الناس ممكن تكون محتاجة المعلومات الموجودة. ولو في أي تعليقات من حضراتكم أو في اقتراح مواضيع جديدة، وألقاكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.